السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده عندنا في الحلقه بتاعتنا نتكلم على جزء جديد في الاي تي ال ديمو بتاعنا. احنا بدانا في اول حلقه اتكلمنا على البارس بتاع البرام، بعد كده اتكلمنا على البارس بتاع الانبوت داتا، بعد كده اتكلمنا على فاليديت السكيما المره اللي فاتت. النهارده هنعمل ايه؟ هنبارس الكونفيجريشن. فكره البارسنج كونفيجريشن دي اي جوب بيبقى ليها كونفيجريشن. نفترض مثلا عندي شويه تيبلز، التيبل دي بتبقى ليها مثلا نيم على البرودكشن ونيم على الانت مثلا او على الديفلوبمنت ونيم على الستيجنج. احنا بنحط زي ما بتقول كونفيجريشن فايل. ده كونفيجريشن فايل ده بيبقى بيزد مثلا على البلاتفورم. طب بتقول لي في حد يقول لك لما تحط الكونفيجريشن مع الجيسون فايل وخلاص، ليه نعمل الاثنين مع بعض؟ هي مدارس يعني، في ناس تقول لك حطهم مع بعض، في ناس ما تحطهمش مع بعض. انا بفضل لا، ان الحاجات اللي علاقه بالانفايرمنت مش مالهاش علاقه بالجوب بتتحط في الكونفيجريشن، وهنتكلم عليها النهارده. ده الجزء اللي هنبدا بيه النهارده ان شاء الله. نخش مع بعض نشوف ازاي هنعمل الكود ده. اوكي، دلوقتي ناقص لنا ايه؟ تعالوا نرجع تاني للبلان بتاعتنا. احنا كده خلصنا دي، ناقص لنا الاي تي ال مابنج. ايه هو الاي تي ال مابنج؟ المفروض نروح هنا اهوت. ان احنا نعمل المابنج ده، نعمل مابنج من الانبوت داتا دي نطلع الاوتبوت ده. تعالوا نعمل زوم اوت كده عشان شايفينها. اوكي، طيب عشان نعمل المابنج ده المفروض نعمل ايه؟ طيب احنا المفروض نعمل كلاس جديد للتست. الكلام ده هو في ايه؟ اوكي، ايه ده؟ ثانية واحدة، ايه اللي حصل؟ سوري بروجكت. في حاجة غلط حصلت. ايه هي؟ في ايه؟ مش فاهم. طيب تعالوا هنا نرجع. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدأ نروح هنا على ال source test scala هنا، ونقول له نعمل نيو فايل. النيو فايل ده وظيفته ان هو يبارس او يبقى مسؤول عن التستنج للاي تي ال مابنج. اوكي، بس في هنا حاجه. انا هنا عندي لما قريت الانفايرمنت فاريبل هنا، سواء قريت الانفايرمنت تكست هنا، المفروض عندي هنا تيبل. فود تيبل ده الودو عشان ابصيل للفانكشن عشان اتاكد هي بتست مظبوط ولا لا. اوكي، اللي هو هنا اهوت. انا عامل هنا ايه؟ سمبل ام زي وسبسكرايبر اي دي وام زي وشويه اي ديز. اوكي طيب، فانا كده المفروض اعمل فانكشن. الفانكشن دي وظيفتها ان هي تهندل اليوز كيس دي. فقبل ما اعمل كده هبدا اعمل هنا فانكشن الاول. طيب تعالى نعمل هنا فانكشن. مثلا ديف ريد او بارس انبوت سي اتش في. طيب بس دي هتاخد ايه؟ هتاخد سبارك سيشن، وهتاخد الفايل باث سترينج. كده هتاخد ايه تاني؟ تاخد الفايل ديليميتر، فايل ديليميتر، فايل ديليميتر سترينج بايب. وهتاخد ال has header بوليان. وهتاخد الفايل format as string equal CSV. اوكي، في هنا ايه تاني؟ المفروض هنا بوليان ده يبقى هنخليه equal a by default equal to true. اوكي، وهنا نقول يكون شايف هو. طيب هنا عندنا ايه؟ عندنا الفايل باث،
عندنا الفايل السباك سيشن الديليمتر، عندنا هاز بوليان، ده فايل فورمات. اوكي طيب فودي ترجع لنا ايه؟ ترجع لنا داتا سيت اوف رو. اوكي طيب انا فعليا مش هستخدم اي فانكشن هعملها بنفسي، انا كل اللي هعمله هنا انا هقول له سبارك دوت ريد دوت فورمات. الفورمات ده يبقى ايه؟ اللي هو الفايل فورمات، فايل فورمات اللي هو سي اس في، وهياخد ال هياخد الاوبشنز. اوكي الاوبشن اللي هو هيبقى ال الديليمتر، يعني ممكن ناخدها من هنا كده. في كوبي للكود، يبقى في حاجات محتاجين نعمل لها ابستراكشن، يعني نحسن في الكود بتاعنا. هنتكلم في الموضوع دلوقتي بس ثانية واحدة. فايل باث اوكي ده لسه دوت لود دي الفايل باث ده الديليمتر دي الديليمتر، بعد كده ال هيدر هاز هيدر. اوكي عشان بس ممكن نسوي دي كده شوية، ممكن نقلل اللاين. انا بالنسبة لي بقلله بس يعني هو كده ايه. اوكي طيب الفانكشن دي فعليا عملت ايه؟ اخدت ال سبارك سيشن، او سوري عملت ريد للسبارك سيشن، بعد كده عملت فورمات، اخدت الفورمات بتاعه كده، عمل اوبشن او الديليمتر، بعد كده ار ال ايه الهيدر بتاع الفايل، بعد كده عمل اللود. طيب سؤال دلوقتي، هل دلوقتي الفانكشن دي والفانكشن دي ممكن يبقوا حاجه واحده؟ يعني بصراحه المنطق بيقول يعني ممكن ناخد الجزء ده كده نحطه هنا اهوت، يبقى فانكشن واحده، وبعد كده الفانكشن دي تبقى ما تبقاش وظيفتها تريد، ده يبقى بس هي بتضيف بتابند هنا. ممكن نعملها، هنعملها المره الجايه. اوكي طيب اوكي طب احنا عملنا فانكشن كده سيمبل بت ايه بتبارس الانبوت سي اس في. انا مش هعمل له تيست الحته دي لان انا اوريدي زي ما قلنا بتست سبارك فريم ورك، المفروض ان هو هيبقى مظبوط لو الداتا مظبوطه. اوكي طيب نيجي بقى لحاجه تانية، احنا عايزين في التيست نسيميوليت ان انا كاريت لسبارك تيبل هايف يخش يقرا ويجوين عشان اتاكد ان السايكل مظبوطه. انا يبقى كاريت تيبل هايف، هرجع هنا تاني، هو انا بيقول جوين وذ ام زي ريفرنس اند جيت سبسكرايبر اي دي. هتقولي طب وانا هتست ازاي؟ ما لازم تست على البرودكشن، يعني نخش على طول كده ونجرب. انا هسيميوليت، هفترض ان عندي سبارك سي اس في، سوري هفترض ان عندي تيبل وابدا اقراه. طبعا ده مش منطقي، احنا هنسيميوليت لوكال قبل ما نطلع نتست الكلام ده، ولسه في عندك اكتر من تيستنج يعني. طيب هعمل ايه؟ اوكي هعمل هعمل نيو كلاس هسميه ايه؟ هسميه هايف هسميه هايف يوتيلز. اوكي طيب هايف يوتيلز ده ككلاس هيبقى ليه طيب هيبقى عندي هايف يوتيلز. هايف يوتيلز ده ليه بياخد بارامتر، بياخد سبارك سيشن. اوكي سبارك سيشن اوكي، وبيعمل شويه حاجات جوه. ايه هي الحاجه الاولى؟ بيعمل ديف كرييت تيمب هايف تيبل with default name. طيب ايه كل الفانكشن نيم الطويل ده؟ انا هعمل فايل نيم هسميه ده فايل string، ده الفايل نيم. بعد كده عندي الفايل ديليمتر، فايل ديليمتر، فايل ديليمتر. اوكي ده string أبصيله البايب. وعندنا ايه تاني عايزين نتأكد برضه؟ نقول هاز هيدر، هاز هيدر عشان هنبصيلها للريدر بوليان. وعايزين نقول له ايه تاني؟ وهي برضه باي ديفولت هنقول له ايكوال ترو، او خليها هنا مش محتاجة اصلا تبصيلها دي، ان الفانكشن اللي هي بتاعت السيزي جاهزة. اوكي بعد كده هنا قلنا هاز هيدر ايكوال بوليان، بعد كده عندنا الفايل
format equal string. اوكي انا ايه اللي عايز اعمله هنا هوت؟ انا هقول فانكشن تانية اللي هي parse csv import hadoop file handler dot underscore. اوكي هنا اقول بقى parse import هنا هديله ss park session وهديله file path وهنا مديله هنا المفروض يبقى file path مش name. فايل باث اوكي فايل باث مش محتاج ادي على طول فايل باث اوكي بعد كده نديله الفايل ديليميتر كده نديله الايه تاني هاز هيدر نديله الفايل فورمات ماشي انا عايز اديلها هنا اديلها ديفولت عشان اوصل اوفررايد فانكشن بعدين طبعا الديزاين ده عايزين نعدله شويه هقول لكم هنعمل فيه ايه نعمل ده كده البولين ده true بعد كده هنا file format اقوله equal لا انا مش مبسوط باللاين طويل ده انا عايز اقصره شويه كده هنا هخليه مثلا 140 ماشي طبعا هضطر اعدل انتيجي برضه سيتنج مش متاكد ده صح ولا لا لا مش محتاج اوكي هو الواحد واخدها اوكي طيب هو انا عملته باختصار عشان محدش ياخد باله انا رحت هنا على الفورمات بتاعه طبعا انا عايز الماكسيمم كولوم 140 كاركتر عشان يبقى مظبوط يعني لو رجعت هنا تاني المفروض ان هنا لو انا عملت كده هو يظبطها لي لوحده بالشكل ده اوكي ده شكل جميل جدا ايه اللي احنا ناقصناه دلوقتي؟ دي المفروض ترجع لنا ايه؟ دي ترجع يونت طبعا شفت يونت في مشكله دي برضه هنا كده سايد افكت طيب ايه تاني ايه مشكله الفانكشن دي تانية زي ما قلنا موضوع ان احنا في عندنا دوبليكيت في ثانيه في عندنا هنا دوبليكيت في الفانكشن عايزين نحسنها وزي ما قلنا عايزين نحسن الريتيرن احنا بنفترض دايما ان الفايل موجود بس انا بفكر في حاجه احنا هنا مش محتاجين كل ده انا كل اللي محتاجه دي مش محتاجينها بلاش نبص كل ده دوبليكيت بلاش نبص ده محتاجين ده كل محتاجين الفايل نيم والسيشن دي طيب احنا ايه تاني عايزين نقوله بقى هنا نقول له دوت كرييت او ريبليس تيم فيو اوكي ماشي وهندي له ايه بقى فايل نيم دوت سبليت مثلا عشان عايزين فايل نيم بس ده ديفولت خد بالك انا قصدي اعمل الحته دي على ده دوت لاست طب ايه مشكلة اللي انا عامله ده؟ دي برضه مشكلة تانية ان انا هنا انا بفترض ان الفايل جواه هنا دي اكسبشن برضه دي هنا بتفترض انت عندك هنا ايه؟ انك عندك بايب ولو مش موجود يحصل مشكلة وممكن لو جالك نال سترينج فبرضه لازم عندنا تشيك على الكلام ده بس ده هنعمله بعدين اوكي؟ في كود انهانسمنت طيب انا كده بقى عندي ايه؟ بقى عندي فانكشن ببصلها فايل باس بترجع لي بتكريت فيرتشوالي تيمب تيبل باسم الفايل من غير اللي هي الدوت يعني هنا هيكريت لي امزي ماستر دوت سي اس في هيكريت لي امزي اندرسكور ماستر هيكريت بالشكل ده طيب الخطوه بعد كده ايه هي؟ انا هروح بقى عند التيست قبل ما اعمل اللي هو قبل ما هعمل اللي هو الكود بتاع التستنج هعمل كلاس هكريت فيه فانكشن الفانكشن ده هيت هتبقى مسؤوله ان هي تكريت التيم تيبل ده للانفايرمنت كلها يعني اي حد عايز يتست الكود ممكن يكول دي عشان يبدا يبني التستنج بتاعه اوكي فانا هعمل هنا هعمل حاجه كده مثلا هعمل كلاس هسميه تستنج يوتيلز اوكي حلو الكلاس ده هياخد ال spark session عايزين spark وانا سميتها هناك ss انا مش عايز ايه يبقى فيه لخبطه فخلينا خليها spark هنا عشان بس ايه ما يحصلش لخبطه يبقى نفس الفاليو مثلا في كل حته مش عايزين نيجي هنا اوكي طيب ال spark دي المفروض هتعمل ايه؟ اوكي
هعمل ايه؟ هقول له الفعل هايف او فايلز ايكوال فودي افال، بس يعني هنعدها دلوقتي نيو هايف يوتيلز اوف السبارك سيشن. اوكي، وبعدين هقول له ديف مثلا prepare hive input tables، ما بتاخدش اي بارامتر فانكشن دي، المفروض وهي هترجع يونت ما بتعملش اي حاجه برضو، دي برضو سايد افكت تاني. مشاكل عندنا في الكود حبه حلوين يعني، هما يعني في الظاهر للناس يعني، انا كنت برضو ببقى فاكر ان هي حاجه بسيطه، بس لما فهمت شويه لقيت لا، ان الموضوع ده مش صح، وان احنا لازم يكون عندنا الايه، يكون عندنا ال يكون عندنا الحاجات دي كلها هاندلد. طيب نرجع تاني هنهوت، اكيد بس من حاجه فايل باث. اوكي اوكي طيب اوكي اوكي فهي بصينا هو بيقرا الفايل باث من ال من السترينج هنا، وبعد كده بيبصيله الفايل ده. اوكي تعالى انا عايز اتاكد من حاجه تاني، اتاكد من الفانكشن دي هي هنا ترى ايه، تاخد فايل باث. اوكي تمام اوكي طيب احنا هنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ اوكي المفروض نديله الفايل باث، هنعمل نديله الفايل نيم، المفروض نديله الفول باث بتاع الفايل ده. اوكي المفروض نديله اللي هي ايه؟ نقول له read تعالى هنا port فايل هاندل. اوكي ثانية واحدة، ونقول له ايه؟ get file resource path صح؟ of the طيب كده المفروض يرجع لنا الفايل ده. طيب اوكي دلوقتي المرحلة اللي بعد كده ايه بقى؟ المرحلة بعد كده هي ان احنا نروح نعمل class test اللوجيك بتاعنا اللي هو ال ETL mapping. اوكي طيب هنعمل ايه؟ اوكي هنعمل هنا scala test، هنعمل logic او يعني ايه ETL logic test مثلا، او mapping test ETL logic test. اوكي ده كده class. طيب احنا هنا عشان برضه ما نضيعش الوقت احنا كاتبين ال ETL logic test، ف ناخده كده كنترول A كنترول V، في بس تعديل بسيط هو ان انا كده خلاص مش حاجة. طيب اوكي احنا هنا بعد شوية تعديلات كده نوت. اوكي دوت اوكي هاتين هنا. اوكي تعال نمسح واحدة واحدة كده، بس حاجات مش موجودة دي. اوكي نبدأ نهندل كيس كيس. طيب هو الأول هنا عايز نبدل ده، نقول له import constants dot input output طبعا كالعادة حاجة هنا. اوكي طيب احنا ممكن نمبورت كل الكونستانتس عشان تبقى جاهزة معانا. طيب ناقص لنا، طيب عايزين باتش اي دي برضه، احنا دايما حاطينه هنا عشان يبقى جاهز. انا هنا في ال في الكونستانتس نحط باتش اي دي. اوكي ده ده خلاص. اوكي باتش اي دي نحط هنا next string ونضغط to long هنا. اوكي طيب الاكشوال هنا تبقى احنا هنا الاكشوال تبقى spark dot create in data frame create empty data frame sorry create
او سوري امتي على طول امتي داتا فريم. اوكي طيب ناقص لنا ايه؟ في مشكله صغيره احنا عايزين يكون عندنا اللي هو الاريكسون انبوت داتا السكان بتاعتها. اوكي طيب ايه السكان بتاعتها؟ طيب تعالوا نعملها سوا. انا برضو هنروح هنا على الميتا داتا بتاعت السورس عشان دي علاقه بالسورس مش تيست. الميتا داتا هنا ونقول له final case class. final case class of ايه بقى؟ اوف ده هدا كله كده عايزه معايا هو ده كان فيه هناك عشان بس ايه وعارف الشكل. اوكي طيب final case class of ده. طيب احنا الفاينل بتاعنا شكله عامل ازاي؟ في امزي ده string في subscriber id ده هو ده شكله ايه ده integer. اوكي في عندنا تعال نشوف كده ايه تاني. في عندنا strings subscriber id هنا string هو الاو بتاعه ده سؤال حلو. الاو بتاعه هنا integer صح؟ هنا string. طيب فيبقى عندنا هنا tag snr. اوكي tag string snr وهنا يبقى عندنا ال امي. اوكي طيب امي بعد كده يكون عندنا ايه؟ عندنا سيل دي انتجر. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا لاك ده انتجر. اوكي وعندنا الايفنت تايب ثانية واحدة. عندنا الايفنت تايب string. بعد كده عندنا الايفنت تي اس از ايفنت تايم ستامب از اي تايم ستامب ده تايم ستامب اللي هو ده ايوه. بعد كده عندنا باتش اي دي لونج كده عندنا فاين نيم هو string. طيب كده ناقص لسه شويه حاجات. ايه هي؟ انهي منهم ممكن يكون null؟ ده ممكن يكون option. اوكي طيب ايه تاني؟ ال SNR ال AMI ال سيل قال لك لا ال event type مستحيل يكون تايم ستامب واللونج وده. طيب عرفنا ازاي؟ لان احنا واحنا بنبارس السكيما في الجزء الاول بتاع الفاليديشن تشيكينا على النال وتشيكينا على التايب. هتقولي بس احنا في الفيديو اللي فات في الجزء اللي فات شرحنا السكيما فاليديشن ما عملناهاش كاستنج. هنا نعمل كاستنج بقى. فكل حاجه عملنا تشيك عليها الاول ريجكنا اللي مش بينفع يكاست ده هنكاست بقى. ده سلسله البايب لاين بتاعتنا. طيب عرفت ازاي ان الحاجه دي از از او ريجكت از نال؟ اهي ريجكت اف نال ريجكت اف نال ريجكت اف نال ريجكت اف نال. اوكي طيب اوكي وده اوبشن ممكن يكون نال. ماشي فاحنا هنا فوق دلوقتي نقول له ايوه اوكي اوكي لو المفروض هنا لو يكون sum of none sum of string ده المفروض يكون sum of string ده برضه المفروض يكون sum of string. ثانية واحدة ثانية واحدة تاني سوبر سترينج ثانية واحدة لا أنا غلط أنا آسف لا يقول ما بتقولش كده المابينج بيقول إن أوكي أيوة إمبورتر بس المابينج بيقول إيه؟ نرجع تاني المابينج بيقول إن لو هي نل أو أقل من 15 كاركتر فأنت هتحط نمبر هتحط رقم فهي مش أوبشن هي سترينج هي دي كده اوكي string مش option وال snr كذلك فهي برضو string مش option ال amy as is اوكي وهي allow null اصلا فدي كده اهو. اوكي كده اعتقد testing data مظبوطة.
اوكي كده السنجل مظبوط. طيب تعالوا نبص كده ناخد لاين لاين في اللي انا عامله في الداتا ده. عملت هنا فايل اللي هو ETL logic test extend بيكستند ال بيكستند الفان سيوت والماتشر والبيفور افتر والداتا سيت سيوت. اوكي كده عملت حاجه اسمها ايه تيستينج يوتيلز اوبجكت تيستينج يوتيلز. اوكي وكده بسيط التيستينج يوتيلز سبارك كده قلت له ايه ثانيه واحده المفروض هنا قلت له ايه في تيستينج يوتيلز كول اللي هي بريبير الانبوت اللي هي دي البريبير هايف انبوت تيبل. اوكي اوكي بريبير دي المفروض يعمل ايه هيكاري التيبل هيكاري التيبل بالاسم ده بس ثانيه واحده كده في حاجه غلط هنا وهنا هيكاري التيبل بس بالاسم ده بس هو لو احنا بنباصي هنا جيت ريسورس اوف فاين المفروض يبقى دوت سي اس في بس هو مش عارف يلاقيه فاحنا غالبا ثانيه واحده دي غلطه الفانكشن دي عايزين نعدل فيها حاجه فهنباصي هنا فايل باس هيكاري بي داتا سيت اوف رو او اللي هي داتا فريم بعد كده نعمل ايه بقى هنكاريت ازاي هنقول له هنا ده فايل باث دوت سبليت تعالى ده اوكي لما سبليت تعالى ده نقول له تاني دوت اللي هيطلع من ده سبليت دوت لاست اوكي دوت لاست دوت سبليت على ال دوت اوكي دوت هيد اوكي. طيب احنا كده هنا جالنا الهيد بتاع الكلاس دهوت سوري الفايل حلو فكده اللي حصل ايه هنا تعال نركز مع بعض تاني احنا هنا اخدنا الفايل باث عملنا سبليت هناخد اخر جزء فيه اخر سبليت فيه كان يعمل سبليت على الدوت هيبقى جزئين ناخد الهيد بتاعها اوكي جميل جدا بس يبقى ناقص حته كده ان احنا هنا المفروض نباسي هنا الفايل .csv اوكي ماشي في طريقه تانية امبلمنت الكلام ده ده احنا عملناه مره جايه عايزين يعني انا هنا الجزء اللي عامله ده بصراحه مش سيف مش عاجبني فده عايزين نحسنه بس انا دلوقتي بعمله بشكل انيشالي وبعد كده ابدا افكر ازاي احسنه طبعا ده مش اي لازمه هو بيقول لك يعني انت عشان ده مش باعت لها بارامتر يعني مش اي لازمه يعني اوكي طيب يبقى انا هنا ايه نبدا بقى احنا كده خلاص كرينا التيبل هنشوف لسه هيشغل ولا لا اوكي بعد كده هنبدا نبص الانبوت سامبل داتا مفهوم مش معناته ديت امتي داتا فريم هو المطار دي يعني اوكي هو بس عاد بيبقى عنده مشكله في الاكواس فول سكريبت فيش مع الاكواس اصلا يعني مهم طيب انا عندي هنا انبوت داتا انبوت سامبل داتا انبوت سامبل داتا دي بعتبر ان جيل له ده سؤال حلو انا هنا بعتبر ان جيل له خاص فاليد داتا لسه وذ جينيريكس تايب اللي هي رو ماشي عايز بقى لسه هعمل لها كاستنج وبارسنج للمابنج اتفقنا عليه فانا بصيله له رو اوف كلها سترينجز عادي والداتا دي المفروض فاليد ناقص بقى نعمل عليها الرولز بتاعتنا اوكي فدي كده الانبوت داتا حلو والداتا دي هنعمل لها كاستنج سوري هنجيت الكولم نيم الاول من السكيما طيب اللي احنا حاطينها في الكونستانتس وبعد كده انا عملت باتش اي دي دوت لونج كريت عملت باتش اي دي لونج لو هستخدمه تاني في الجوب بتاعتي هحطه في الكونستانت برضه مالهاش لازمه وهنا بما اني استخدمت ده مرتين فانا ممكن احطها في الكونستانت برضه يعني ممكن اخد ده كده اوكي واحط في كونستانت مالهاش لازمه يتحط هنا لو هو ستاتيك معايا في الكود احنا هنا في بتاعنا احط في كونستانت احطه هنا وبعد كده هنا اهوت نشيل ده كده كده خلاص ملوش لازمه وده برضه نفس الكلام ممكن احطه هناك لو هو مش هيستخدم لو هستخدمه في اكتر من حته ممكن احطه في كونستانت لسه الكود ده هنضيفه اكتر بعد كده ممكن نفس الكلام بقى ممكن نروح هنا مثلا اوكي ده خلاص تمام ده اللي احنا هنشتغل دلوقتي بس عايز اشوف حاجه ثانيه اوكي هنا في اي حته ثانيه اهو ده ممكن نشيله مش لازمه مش هيضرب لان احنا ضايفين كل الكونستانت هضيف فايل هاندلر لو احنا اوكي خلاص اوكي طيب نرجع تاني بقى للاي تي ال يوتيلز اقفل كل حاجه ونفتح الاي تي ال يوتيلز تعالى نرجع للاي تي ال يوتيلز تاني الاي تي ال يوتيلز اوكي
سوري ATL utils test. لا ده دي اللي هي بتاعت ثانية واحدة. ATL logic test. سوري. اوكي طيب ATL logic test ده احنا جواه ايه؟ احنا هنا خلصنا كده خلاص قرينا التستنج يوتيلز اوكي وبصنا على الانبوت داتا كلها زي ما هي رو. نبدا بقى هنا وفي البيفور كريتنا الهايف تيبل اوكي. طيب هيبقى عندنا هنا ايه؟ يبقى عندنا حاجه اسمها تيست ترانسفورم اكس اون انبوت داتا سيت مثلا. هيبقى عندي هنا انبوت داتا سيت اوكي. انبوت داتا سيت دهيت هتبقى هنكاري الداتا فريم من ده ونديله الداتا سيت اللي هي دهيت اوكي ماشي. وبعدين هنعمل امزي لوك اب اللي هو الامزي ماستر وهنقول له سبارك دوت تيبل دهوت. هتقولي طب هو جاوا منين؟ قلنا من الحته دهيت اوكي. بعد كده يبدا الاكشوال داتا فريم. عملت هنا ام تي المفروض يبقى عندي حاجه اسمها لوجيك يوتيلز دوت ترانسفورم ده وادي لها الانبوت والامزي والباتش اي دي عشان يضيفه. المفروض يطلع لي ايه؟ ده عام بص هياخد السترنج ده يطلعه سترنج زي ما هو. بعد كده هيمسك السترنج ده مثلا تعالوا ناخد نبص على امزي ماستر تعالى نفلتر هنا. هياخد السترنج ده يحط يجيب السبسكرايبر بتاعه ويحطه هناك. تعالى ناخد هنا السبسكرايبر اهو حاطه ان هوت اللي هو 12345 اهو كده. عندنا هنا ايمي عندنا هنا ايمي اهو حلو. اخد الايمي ده وقطعه حلو. وبعد كده حطينا سم اوف ايمي. بعد كده حط السيل اللاك. بعد كده حط الايفنت. بعد كده حط تايم ستامب. بعد كده حط الباتش وحط جوه تحت الفايل. في حاجه تاني هنا مثلا ما لقاش السبسكرايبر يعني لما خدنا ده مثلا ما لقاش سبسكرايبر فاما حط بداله اللي هو ال 999 زي ما اتفقنا. بس مفيش حاجه تاني. في هنا غلطه عايزين نصلحها. هنا دي مش الاكسبكت ده مش مظبوط. انا دلوقتي تعال نشوف الاخر رو. اخر رو هنا ده بنال حلو. طيب هو قال لك لو نال المفروض تعمل ايه؟ تعال نشوف كده. قال لك لو نال هنا المفروض تحط اللي هو ده هوت. المفروض ما تحطش ده. المفروض تحط 4 ساعات. المفروض تحط 4 ساعات وده يبقى نال عادي اوكي. خلاص كده مفيش حاجه تاني. طيب وبعد كده قال لك ايه؟ تعال تيست. بعد كده انا هنا خد بالك انا عامل تايب هنا. الناس كانت بتسال الفرق ما بين السكيما فاليديشن والسكيما كونفرجن او كاستنج. احنا هنا هنعمل كاستنج في الفانكشن دي. فانا اكسبكتد يجي لي تايب داتا سيت من الشكل ده. يعني طلعنا كده هنا اهوت. هنا بقى عندي سيكونس اوف الشكل ده. وانا اكسبكتد ان اللي جاي ان الداتا سيت اللي جايه عملت هنا الاكشوال دوت كولكت دوت سيكونس تبقى فيها نفس الاليمنت بنفس الكلام ده. ولو تايب مختلف هتضرب. في ممكن تعمل اسيرت بعض ده سيت ايكوال اتنين زي بعض اوكي. طيب ماشي. اوكي. طيب دلوقتي هنبدا نعمل الاخر جزء عندنا النهارده. هنعمله هو ال اي تي ال لوجيك. هنعمل كلاس احنا هنا نسميه ايه؟ اي تي ال لوجيك او مابينج لوجيك. تعال نسميه اي تي ال ماب. اي تي ال ترانسفورم لوجيك ماشي ماشي. ونعمل ايه بقى؟ طيب هنعمل جواه فانكشن. طيب فانكشن دي هنسميها ايه؟ ترانسفورم اكسن انبوت داتا. طيب جاي تاخد ايه؟ تاخد انبوت تي اس داتا سيت اوف رو. في حد دلوقتي قاعد بيسالني بيقول لي طب انت ليه مسميها اريكسون بس؟ هو احنا هنعملها لاريكسون بس يعني الرولز اللي فيها ستاتيك. هو سؤال حلو بس انا شايف ان احنا مش في مرحله ان احنا نعمل جنرالايز. بس لو عايز تعمل او بتفكر تعمل اللوجيك او الاي تي ال يكون دايناميك جينيريك يعني دي حاجه محتاج تفكر فيها شويه. وممكن نعملها على فكره يعني هتبقى جميله جدا بس
مش وقتها دلوقتي ان احنا نعملها، بس يعني هندي لها وقت وممكن نعملها في مره مش بارت من الديمو، بس لو حد انترستد ممكن تبقى في الفيديو وهعمل لها فيديو لوحده بعد حتى ما نخلص البايب لاين ده. طيب ميتا داتا دوت اسمه ايوه. طيب احنا عملنا ايه هنا؟ احنا عملنا فانكشن، الفانكشن دي اسمها اوكي عملنا فانكشن، الفانكشن دي اسمها ترانسفورم اكس اون انبوت داتا سيت، بتاخد انبوت داتا سيت وبتاخد الام زي ماستر وبتاخد باتش اي دي. هنعمل ايه جواها؟ طيب اول مرحله فال انبوت دي اس جوينت ام زي هتبقى ايكوال، هنبص هنديلها الانبوت داتا ايه داتا سيت دوت جوين دوت جوين الام زي ام زي ماستر على سيكونس اوف الام زي. هتقولي عرفت منين؟ جبتها من المابنج اللي هو في الدوكمنت. ماشي طيب بعدين هيبقى عندنا ايه تاني؟ هيبقى عندنا هن جوين ليفت اوتر اللي ممكن ما يبقاش موجود. طيب بعد كده هقول له فال انبوت دي اس جوين ام زي مابنج هتساوي ايه بقى؟ هنقول له انبوت داتا سيت دوت سيلكت، تعالى هنا دوت سيلكت. طيب انا عشان اختصر وانا بكتب الكود هقول له امبورت انبوت دي اس دوت سبارك سيشن دوت امبليسيت. تقول لي بتختصر ايه يعني؟ عشان انا كسول شويه فاقدر اقول دوت كده يعني اقول سيلكت دوت مثلا هنا ام زي مثلا بس كده. طيب هو هنا سيلكت ام زي دوت كاست از هو الام زي ثانيه واحده الام زي التايب بتاعه هنا ايه؟ احنا عاملين هنا التايب بتاعه ايه؟ سترينج فمش هنكاست اي حاجه. وهنسلكت الام زي كوما. طيب هنسلكت ايه تاني؟ هنسلكت ال سبسكرايبر اي دي. بس هو لو نفتكر في الرولز قلنا ايه؟ لو حد ما بصش عليه يبص عليها، قالك لو السبسكرايبر اي دي بنل لو عملت جوين وهو مش موجود فلازم نجيبه نحط بداله خمس تساعات. اوكي فانا هنا سيلكت ده هقول له وين ده دوت از نون هنديله ايه ماينس خمس تساعات. بس نفس السؤال عايز اعرف بس هو احنا عاملين هنا سبسكرايبر اي دي ايه لونج؟ اوكي سبسكرايبر اي دي لونج ماشي. طيب سبسكرايب ده وهو نل ده اوكي هو مش عارف ايه وين اللي احنا حاطينه دي. اقول له امبورت org dot apache dot spark dot org dot apache dot e dot spark صح dot spark dot e تاني dot sql تقريبا ايوه dot sql dot e functions dot دي underscore هات كل اللي جوه وبعد كده ايه food win اوكي. طيب لو هي بنل حط اربع ساعات otherwise تروح قايل له اديني عادي السبسكرايبر اي دي زي ما هو. بس السبسكرايبر اللي جاي ده عشان هو ما قوي احنا قايلينه بنعتبرين ان احنا مدينا لك ده سيت اوف رو فهي الكولوم سترينجز احنا مش واثقين ان هو ستاتيك فنقول له دوت كاست دوت لونج تايب كاست دوت لونج تايب هو مش عارف ايه لونج تايب طبعا از هي زي ما هي دي بس اي دي ولا مكتوبه اي دي اوكي. طيب اللي بعده التاك كان عندنا رول بتقول لك وين الايمي از نل او اور الايمي اللينس بتاع الايمي اللينس بتاع ال طبعا انا عشان حافظ الرول عشان انا يعني عارفها بس هي يعني انت في الطبيعي بتبقى فاتح الرول صوتك كده تشيك عليه او لو اللينز بتاع الايمي لزان 15 حلو هتحط نفس الكلام بس هتحطها سترينج بقى
ماينس 9999 5 5. طيب في سؤال حد بيساله دلوقتي انا متخيله بيقول ايه؟ بيقول هل انا دايما بحط الحاجه ستاتيك كده؟ ده سؤال حلو. الاجابه بتاعته ان انت عندك تو كيسز، اما ان البيزنس دي حاجه بتعمل ايه، تلعب حاجه متغيره ممكن بكره تتغير، ساعتها هحطها في الجيسون. طيب لو هي مش متغيره هحطها في الكود هنا هو ضيق. طيب هل انا لما ابني مثلا داتا كل يوم، فانا بقول لك ان انا احطه مثلا بخمس ساعات، هل ماينس 5 ساعات، هل ده معناه ان ممكن بكره اغير اقول لك خليها ماينس 5 خمسات مثلا؟ هي خد بالك دي هتفرق ليه بقى، ان لو عمل البيزنس لو طلب ده انا هضطر ارجع على كل الداتا اللي حصل امبورت اعمل لها ري امبورت تاني. فانت محتاج تفكر في الموضوع ده بشكل كويس قبل ما تكرره يعني. بس انا شخصيا شايف ان دي مش هتغير معايا. طيب اذروايز هتعمل ايه بقى؟ اذروايز في هنعمل شويه حاجات. ايه هي؟ هنعمل سبسترينج للايمي من 0 ل 7، كل ده از ايه؟ از تاك. اوكي بعد كده هنا نفس الرول بالظبط موجوده معايا بس للسيريال نمبر، بس متغير فيها هنا ان هي من 8 ل 13. اوكي طيب كده خلصنا الرول الثانيه. ايه الرول الثالثه؟ قالك حط لي الايمي زي ما هو الايمي اهو. طيب الرول الرابعه قالك السيل، قالك ايه؟ قالك حط السيل دوت كاست دوت كاست، هتكاستها ايه؟ هي انتجر تايب اوكي از سيل اوكي بس ده يبقى لاك. اوكي بغير اللاك ايه تاني عندنا؟ عندنا الايفنت تايم ستامب، هقول سيلكت ايه بقى؟ هسيلكت الايفنت تايب بس مفيش عامل اي رول. بعد كده هسيلكت الايفنت تايم ستامب دوت كاست للتايم ستامب تايب تايم ستامب تايب از ايفنت تايب. بعد كده الباتش اي دي هديله ستاتيك فاليو، باتش اي دي از باتش اي دي. بعد كده الفايل نيم، سيلكت الفايل نيم. طيب هنا كده خلاص ايه حاجه بيشتكي من حاجه ولا ايه؟ طيب اوكي ماشي دلوقتي ناقص ايه؟ انا كده عملت المابنج. طيب خلاص في الاخر خالص هقيل له ده دوت از واديله الاريكسون ده كده. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتجوين بعد كده بتماب بعد كده بتكاست. طيب نيجي السؤال المنطقي هنا، انت ازاي تكاست حاجه من غير ما تتشيك الفاليديشن بتاعها؟ لا ما انا عملت في الخطوه اللي قبلها ان هل ده از يعني كان بي كاستد او كان بي بارسد من سترينج الانت مثلا سترينج الدبل او لا، وتشيك الكود. اوكي فاحنا اوريدي تخطينا المرحله دي. اوكي طيب المفروض دلوقتي بقى اروح على الكود هنا واروح على الاكسبكتد هنا اديله ده كده وطبعا مش عارف ايه ده، اقول له امبورت اسمه ايه؟ اي تي ال ترانسفورم لوجيك دوت ترانسفورم لوجيك. طيب هرانا متوقع شويه مشاكل، متوقع ثلاث مشاكل كده. تعال نشوفهم مع بعض يعني. اول حاجه كده في حاجه دي حاجه منطقيه، احنا عشان احنا كل حاجه ما ستاتيك تايب هنا، هو بيقول لك ان انت انا اكسبكت ده سيت اوف كلاس وانت عامل له ايه داتا فريم اللي هي داتا سيت اوف رو. فهقول له هنا يا عم بسيط ريجينريت اهو، ممكن اصلا في السكالا مش يعني انا شلت دي اهي عملت كومبايل هيشتغل
ولو حطيت التايب بتاعها وكومبايل تاني هيشتغل. يعني انا شلتها اهو المفروض لو بيكومبايل المفروض يشتغل عادي. ماشي هو ده هو خلص ده عنده ورنينج تاني هنشوفه دلوقتي. ولو حطيتها وكومبايلت هيشتغل بقى. طيب هو كان بيتكلم حاجه ليها علاقه بالبيتش اي دي. بيقول لك انك انت عم... اوكي عشان البيتش اي دي هو نوت اهو ثانيه واحده. طيب هنا واصلا يعني مش محتاج اعمله كاست ممكن اعمل ده كده ال خلاص انا شفت كده دوت مش مستاهل اصلا يعمل له بقى لونج. اوكي طيب تعال نكمبايل تاني كده خلاص. طيب تعالوا نرن كده احنا متوقعين ايه؟ متوقعين مشكله كده واحده المفروض تضرب يعني غير ما تبقى في البارسنج او حاجه كده او ممكن تكون في الريجستر بتاع البيفو بتاع الام زي ماستر. انا مدرك الغلطه يعني بس هنشوفها مع بعض دلوقتي يعني. هو دلوقتي الخطوات اللي عملها عشان بس كنا عاملين مركزين مع بعض. انا هزوم اوت شويه وازوم اوت شويه في الكود هنا ماشي. اول حاجه بدا ان هو بدا يبص على البيفور. اوكي هو ضرب دلوقتي هقول لكم هو ضرب ليه. طيب اول حاجه هنا عمل ايه؟ بص على البيفور بدا يجستر التيبل. بعد كده دخله انبوت داتا سيت وكده بدا في التست هنا عمل بارسنج للانبوت داتا سيت وبصاها از اكسبكتد هنا وبعد كده قارن الاكشر بالاكسبكتد. طيب هنا هو ضرب بيقول لك ان هو مش لاقي الام زي ماستر. اوكي يعني ما جه السبارك بيتشيك على الام زي ماستر ده سوري لما جيت الفانكشن دي بترن على الام زي ماستر هنا ما لقيتهاش. طب عملت الفانكشن دي اوكي لان انا قلت المفروض ما اقولوش جلوبال المفروض كرييت ريبليس تيم تيبل تيم فيو المفروض ارنت كده تاني المفروض تشتغل. المفروض كده هوت ان ما يحصلش اي مشاكل. هي ضربت عند اللاين ده لما جه ريجستر للتيبل ما لقاش تيبل ده في الديفولت سكيم. طبعا انت عايز تسيميوليت بقى ذا سيم برودكشن سكيما ممكن تكريت سكيما وتكريت جوه تيبلز كل ده موجود هنا هوت ممكن نعمله في الكود. اوكي بس انا حاجه كده اوكي هي بقى سكسسفول. ثانيه واحده اوكي. طيب احنا النهارده كده خلصنا ايه؟ عملنا بارسنج او الجزء خلصناه في بايب لاين ايه؟ خلصنا البارسنج كونفج جوب كونفج بارسنج انبوت داتا فاليديت السكيما هاندل ريجكشن بارسنج انفاليد ريكورد بارسنج الانفايرمنت كونفج وابلاي ريتيل مابنج. طيب كل ده بس احنا عملنا ايه؟ عملنا خدوا بالكم ايه اللي عملناه النهارده او ايه المشاكل يعني مش مشاكل ايه اللي عملناه؟ طيب تعالى في كل الكلام ده ونبص كده على الدنيا من فوق. دلوقتي انا عندي هنا عندي كونفج عندي فانكشن بتكونفج وعندي فانكشن بتعمل ايه بتست الكونفج دهيت. سوري هو انا عملت الفانكشن دي هنا دي غلطه على فكره المفروض ده يكون هناوت انا لسه ما كنتش دي معاكم. اوكي المفروض دي ما تفرقش اي حاجه عندنا لو عملنا التست دي تاني المفروض ما تضربش معانا. اوكي طيب عملنا هنا ايه؟ عملنا كونفج عملنا الاي تي ال لوجيك عملنا الاي تي ال يوتيلتيز عملنا الهدوب فايل هاندل عملنا تيست الهدوب عملنا الجيسون اكستراكتور انا هنزلها تحت شويه كده ماشي الجيسون اكستراكتور وبعد كده خلاص هي بقى سكسس مفيش اي مشكله. بعد كده عملنا تيستنج يوتيلز عشان تلود التبولين وعملنا ميتا داتا كده فيها شويه ميتا داتا للتيستنج. طيب بس كل فانكشن لوحدها يعني انا ما عنديش بايب لاين بيجمع الحاجات دي. طيب ايه اللي احنا منتظرين نعمله المره الجايه؟ هتيجي نعمل بايب لاين بيجمع كل الكود ده وبعدين هيبقى في فيديو تاني ان احنا ازاي ننهانس الكود ده نإليمينيت المشاكل اللي فيه وبعد كده نحط الكومون فانكشن في كومون لايبراري كده يبقى خلصنا السيمبل ديمو اللي احنا بنفكر نعمله. احنا كده خلصنا النهارده المره الجايه ان شاء الله ده في البايب لاين والتست بايب لاين. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.